منذ انطلاق فتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، هب الغيارى من أبناء الوطن للدفاع عن مقدساتنا الدينية والعرض، وها هم اليوم يسطرون ملاحم الجهاد الوبائي باستقبالهم لضحايا هذا الوباء وغسلهم ومن ثم دفنهم بمقابر مخصصة لهم. يشمل عمل مغتسل ياسين التابع للعتبة العباسية المقدسة فرقة العباس القتالية على عمليات تغسيل الجثامين متوفي كورونا حصرا لمحافظة كربلاء وباقي محافظات العراق. تكون عملية استلام الجثامين من دائرة صحة كربلاء بمعتمد من دائرة صحة كربلاء وبسيارة إسعاف تسجل حين وصولها إلى المغتسل، ثم تحال بكابون تغسيل إلى هيئة التغسيل المشرفة والمتكونة من المشايخ الأجلاء في فرقة العباس القتالية والأخوة المجاهدين والمتطوعين. لا ننسى لدينا كادر من النساء من المجاهدات التي قل نظيرهن في العراق في هذه الجاحة لتغسيل النساء. تتم عملية التغسيل بشكل كامل، التكفين، توفير التوابيت. فرقة العباس القتالية الممثلة للعتبة العباسية في كربلاء أنشأت هذا المغتسل لتسهم بمساعدة الملاكات الصحية لاستقبال الجثامين ليتم تعفيرها عبر مراحل متعددة تنتهي بالتكفين والصلاة على الجنازة لتشيع داخل المغتسل ليتم دفنه وفق معايير صحية بتوجيهات دينية. نحن بدورنا إن شاء الله التوجيه الديني نعمل 24 ساعة في هذا المغتسل لخدمة المواطنين، خدمة الشعب العراقي جميعا من كافة المحافظات. نستقبل الجثامين ضحايا كورونا ونقوم بتغسيلها وتكفينها ومواراتها في نفس الوقت. ذو الضحايا يشيدون بالدور الكبير الذي تقدمه الفرقة القتالية لتسهم بتخفيف معاناتهم وسط ضعف بالسيطرة على الوضع الوبائي الحالي وعجز الكثير عن سد حاجاتهم اليومية. يعني حقيقة جهود فرقة العباس القتالية باستلام الموتى من جائحة كورونا، وهم اللي تبنوا القضية، هم أخذوا الجنازة، هم تبنوا القضية بموضوع التغسيل والكفن وكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع حتى إجراءات الدفن. فمشكورين حقيقة، إجراءاتهم الصحية وفقا للتعليمات الصحية وفقا للإرشادات الصحية والدينية. تستمر بطولات الحج الشعبي تارة في ساحات المعارك وتارة أخرى في محاربتهم لوباء كورونا. تستقبل اليوم ضحايا هذا الوباء ومن ثم تغسيلهم وتكفينهم ومن ثم دفنهم حسب توصيات المرجعية الدينية. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.